ايش انا اعمل دراما اكثر من هيك؟ خلص لازم اشوف حياتي. اذا شغلي انا مربوط يعني لما بطلع بيقولوا لما بطلع احكي بيقولوا دراما. قسما بالله عندي شغل، عندي اعلانات، يعني انا هذا يا ربي عطيني قسمي في السوشيال ميديا. لازم اكمل شغلي ولازم هو يكمل شغله وخلص، كل واحد يشوف حياته. يعني لازم نفصلوا الموضوع، ناس ما عادش تحكي الناس والناس تتقبل الموضوع. و إنه إذا راح أظل هيك أسبوعين ثلاث خلاص أنا راح أنضر وراح أرجع للبيت مقلب. إن شاء الله يطلع مقلب، والله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يطلع مقلب. قولوا يا رب. انا زاد ندعي معاكم ان شاء الله يطلع مقلب.